أيها الإخوة، لا تليق مسائل علم الكلام بهذا المكان. من كان لديه سؤال في شؤون حياته فليسأل، وليترك الخوض في مسائل القدرية والجبرية والمعتزلة وبدعهم، فهذه لها مكانها الذي تستحقه. ولكنهم يقولون إن القرآن مخلوق يا شيخ، فبماذا ترد عليهم؟ قلت لا جدال في هذا المكان، وهذا السؤال لا يطرح على الملأ ووسط العامة يا أخي، لأنه سؤال ملبس في ذاته، والجواب عليه ملبس على الناس. ولكن أجيب قولا واحدا، من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر بآيات الله والله أعلم. فمتى نحظى بشرف مجالستك لنعرف أكثر عما تقول في من يقولون إن القرآن مخلوق؟ داري مفتوحة لمن أراد علما لا جدالا. اسألوا عن بيت الشافعي، وعلى الرحب والسعة لمن جاء متعلما معلما لا مجادلا. بارك الله فيك أيها الشافعي، ولكن هل تكرمت علينا وشرفتنا بزيارتك لتتبارك دورنا بك ويستمع إليك إخوة آخرون لنا؟ ففي دارك يا شيخ لن نعدم زائرا أو مقاطعا، وبهذا لن نحظى بتفرغك لنا. قبلت إلحاحك على دعوتك أيها الرجل، متى شئت. إذا شئت يا شيخ ذهبنا الآن. لم لا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تبدأ أنت أم نبدأ نحن أيها الشافعي؟ أنتم وما تختارون، إن شئتم بدأت أنا أو أنتم لا يهم. نبدأ نحن. إن من أعظم الافتراء على الله مساواته بخلقه، وإثبات صفات كالسمع والبصر واليد والساق لله، وهذا فيه تشبيه لله بخلقه، وقد جاء في القرآن ليس كمثله شيء. هذه واحدة. والثانية؟ الثانية إن من أعظم الكذب على الله ادعاء أن القرآن ليس بمخلوق وأنه كلام الله، وبهذا تزعمون أن الله يتكلم كالناس، وفي هذا تشبيه لله بخلقه، وقد جاء في القرآن الكريم إنا جعلناه قرآنا عربيا، والجعل يعني الخلق. وجاء في القرآن أيضا الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فماذا تقول في هذا أيها الشافعي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد، فأما تشبيه الله بخلقه فهذا أمر لا يصدر عن مسلم، وأما استدلالك بقوله تعالى ليس كمثله شيء فهو استدلال ناقص، فلو أكملت الآية الكريمة لوجدت الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله عز وجل قد أثبت لنفسه صفة السمع وصفة البصر، في حين أنكم تقولون إن الله لا يسمع ولا يبصر، فمن يفتري على الله الكذب؟ إن إثبات السمع والبصر لله فيه تشبيه ومعارضة للعقل، وقد اشتبه علينا. ثم من قال إن الفقهاء وأهل الحديث يقولون إن الله يتكلم كما يتكلم الناس؟ بل نقول الله يتكلم متى شاء كيف شاء، ليس كمثله شيء. وأما قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، وقولك إن الجعل بمعنى الخلق، فهذا مردود عليه بنص القرآن، فإن الجعل قد يأتي بمعنى الخلق وقد يأتي بمعنى التصير، كما في قوله تعالى عن قوم إبراهيم
فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، أي صيرناهم أسفلين، فمعلوم أنه لم يخلقهم وهم أسفلون. وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا. وماذا تفعل بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء؟ إذن القرآن مخلوق. أقول إن الله عز وجل قال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فالله عز وجل يصف نفسه بأنه شيء، فهل هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى مخلوق؟ وعلى هذا لا يلزم من قوله تعالى الله خالق كل شيء أن القرآن مخلوق أو أن الله جل وعلا مخلوق، كما لا يلزم من قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت أن الله سبحانه وتعالى سيموت، بل المراد من ذلك أن أنفس المخلوقات ستذوق الموت لا محالة، أما نفس الخالق فلا يتطرق لها هذا. بماذا تردون؟ من كان يبحث عن الحق فأحرى به أن يتبعه دون أن يلتفت إلى من قال، فقد قال علي رضي الله عنه يعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. أما من لج في العناد فيوشك أن يلقي بيده في التهلكة فيخسر دنياه وآخرته. أستودعكم الله. نصحتك يا ابن الأشرس بألا نناظره ولم تسمع النصيحة، هل أنت راض الآن؟